غير شرف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاوزتك الكلمتين. شو قصة هالكلمتين اليومين معكم؟ لا هي بشرون عليك بس. شلون هيك بتعمل بنت العالم؟ شلون بتحشمها وبتدشرها؟ والله يعني مين قرب صوبك انتي؟ ما حدا قرب صوبي، يعني بحكي عن سعدة. سعدة اللي إلها تم ياكل ما لها تم يحكي. لك على الأقل خطوبة ودشر، لك على عين أمي، على عين الحارة، ولك يخرب بيتها. والله مو هيك الموضوع، ولا هيك القصة، ولا هيك القصد. لكان شو القصد؟ البنت صارت مسماية عليك وسيرتها بكل الحارة. لك يا هاي بالشوم عليك، كنت مفكر بدك قد الحمل. وحياتك أنا قد وقدود. أنت قد وقدود؟ يلا لكان فرجينا مرجلتك. لك والله أنا شاريها ورايدها، بس اللي صار لا بينزل لا بميزان ولا بأبان. شو القصة لكان؟ ولك فهمها للبنت؟ لك فهم أمي وأبي؟ ولا فكرنا داعشين لأنه عم دخلكن على بيتنا؟ لا والله أنتوا أحسن مني وأحسن من عيلتي كلياتها كمان، وفضلكن على رأسي. بس اللي يعني والله ما ليش مالك رجال؟ مالك رجال؟ شوفي باسمة، لا تكبري بالكلام وخلي الكلام على قدك. ها أنا رجال ونص كمان، بس الشغلة ما عادت تزبط. علي عليك يا سعدة، يا عيب الشوم عليك، بس يا عيب الشوم، بس حكم ضميرك. نيكولا، رح نتناول اليوم معك موضوع الصبغة اللي تقريبا اصبح رفيق الست. برأيك كيف ممكن تحصل المرأة على لون الشعر الملون؟ اي ماهر. أهلين هي. لك شو قصتك اليوم؟ هاي خامس مرة بتتصلي. لك الله وكيلك بالمحل، دقي على الأرضي وتأكدي. بدك خلال نص ساعة بكون بالبيت. بدك ملتقى بأي مطرح، مع أنه عندي شغل كتير. شو بدك لأعمل؟ على عيني وأنا راجع على البيت بجيبهم معي. حاضر تكرمي. شبك حايز؟ رح تقم القعدة. ها معك حق، والله لو كنت بشوف ما كنت ضليت بهالبيت دقيقة واحدة. بس أنا يعني مو قصت إني بشوف، يعني لولا إنك أنت هون ما كنت قعدت ولا ثانية. يا دخيلك. شو يعني؟ يعني أخي أنت شو عم تعمل لي؟ خلص إذا بدك روح. وأنت؟ أنا شو صاير علي؟ اسمه أمك نايمة. شو؟ ما بعرف. لك لا تكون خويف، ما حلو اتركك لحالك. اخي ليكني انا كمان ما بدي اياك. اتركني بدي نام. مروه، شو رايك استاجر لك شقه بنص البلد؟ رجعنا لنفس القصه. لكان شو بدك عيون؟ ما بدي تستأجر لي شقة. لكان شو؟ بدي سلامتك. Thank you.
فيفي. شو عبود باشا؟ شايفتك الليلة سواري؟ شو عدم أبدا؟ والله مو بإيدي الأستاذ واقي. شغله دائما مسائي واليوم إجازة. بقلنا لحالنا هيك نستانس بهالوجوه الطيبة. وقتك طويل؟ أنت وحظك. شفناك بخير. ابقوا أنسونا بعد الظهر. مستانسين قبل الظهر وبعد الظهر. باي باي. هاي فيفي. هاي فيفي. كثير كثير حلوة. ما بعرف اساسا مدري كيف هيك دغري طلعتي لي بوشي فجأة. يعني حسيتك انت هيك كتلة من الأنوسة واللطافة. صدقيني لما تعرفت عليك حسيت كأني كنت مضيع شي ولقيته. ما بعرف إذا قصدك باللطافة البراءة، فأنا ما عدت هالبنت البريئة. ستي أنا بعرف إنه ما عاد في حدا بريء بالدنيا، بس أنا كنت عم بدي رأيي فيك. إلا أنه حاستك بدك تطلع لي بكل أرنب بكل دقيقة. شوف مرو، إذا عم بضايقك أو عم بزعجك بنسحب. لا يوم ما عم تزعجني، بس والله ما حلوة. الست سميرة مفضلة علي، ومعلمي بالشغل بيكون ابن حماك. والله ما تدري الست سميرة إنه عم نشوف بعض. يا لطيف منظري شو حيطلع بايخ قدامك. الست سميرة؟ الست سميرة اكتشفت مؤخرا انه نحن مو من مقامها. ايه شو يعني؟ بيطلع لها تشوف حالها. رجا انا وجدك طالعين مشوار، ما منطول شي ساعة، دير بالك على اخوك. حاضر ماما. ما تشغل لي بالي. حاضر. يلا خاطرك. بدك شي يجيب لك شي؟ بدي نام. نازل فوق راسي 100 مشكلة. مالك ما؟ مالك وسميرة ألف شغلة. بتعرفي مروان، يمكن أنت الشيء الوحيد اللي بقيان بحياتي حلو. يعني أنا بقعدتنا هيك وكلمتين عم نحكي مع بعض ممكن أعيش عليهم هيك لبين ما نرجع نلتقي مرة تانية. يا الله أنت شلون بتحكي؟ عن جد أنت هيك.
يعني أنا ماني طالب منك شيء بنوب، بس اسمعيني، إذا بدك أنا بسمعك، أحكي شو ما بدك. شو بدي أحكي؟ عن الشغل وغلاصته، شو بيعرفني؟ لك أي شيء بدك، قولي أي شيء. ما بعرف، أبي مسكين مغلوب على أمره، وأختي سعدة حرام مقهورة من قصة صابر، بطل يخطبها. يمكن شاف له شي شوفة تاني، أو شاف عليها شي قام بطل. لا 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 لا، هو ما بطل، بده إياها، بعدين مو شايف عليها شي. بس هلا هو بايع مشكلة. ايه مشكلة شو؟ غير انه علقها للبنت وهرب. والله ما بعرف اذا بيحق لي احكي. لك المشكلة بصراحة المشكلة لها علاقة باختك هند. هند؟ شوية بضاعة جوا. مو مشكلة. لك تعرف شو أبمار؟ اسمنا عطلت المدارس، عم يختار لي أخذ هالمرة والولاد طلعون على تركيا، شغلت أسبوع 10 أيام. لا الله يخليك لا تعلقني. ليش لحالك بقى؟ لك بكرة أيام صير بدها هي كمان تسافر. شو هالشغلة؟ طلعون خليهم ينبسطوا. لك نسيت السنة الماضية وقت طلعنا على بلودان واستأجرنا شقة. يا رجل كلها قضيتها ودي وجيب وخود وهات ودير بالك على الاولاد ولا تسوي فلان شغله ولا تعمل فلان شغله يا رجل اهلكت. هلا هذا هو السبب ولا في شيء ثاني؟ شيء ثاني مثل شو؟ يعني شايفك انا شلون عم بدلل حدا من الشغيله. قصدك مروه؟ ايه يعني واذا كانت بنت؟ لك ما بدي اياها تروح لمحل ثاني، البنت قدعه وهون بتصير. خيو الله يتم عليك. عمل اللي بدك اياه، المهم الشغل ما يتأثر، بتعرفني الشغل شغل. خلصنا وسيم. بعدين بصراحة أنا خايف عليك من هيام، لأنه يخزي العين مصحصح أكثر من حارس المرمى. لا يا رجل، مو لهالدرجة، أنت تاني وين راح مخك؟ ما في شيء من هاد بنوب. حبيبي، أنا اللي علي عملته، مشان بكره ما تقول أخي ما نصحني. لك لا، عن جد ما في شيء من اللي بمخك. أخي مثل ما بتحب، راح أمرون عند إبراهيم أنا خليه يحجز لي بشي أوتيل هيك رخيص، بدك شيء؟ لا لا الله معك. ما بطول انا. لا لا طول وروح على البيت ولا ترجع لبعد الغداء. صار يلا سلام. الله يعطيك العافيه. تعالي مروان. سوي لنا قهوه عيون وتعالي ارتاحي شوي. Thank you.
شلون شايف حالك؟ منيح؟ منيح. ايه الحمد لله. وينو اخو؟ وصل مشوار. مشوار؟ لوين؟ بعته يشتري لي شغله. لك يا امي ليش ما قلت لي؟ ما انا طالعه وطالعه. شو بيعرفني؟ نسيت. امتى راح؟ هلا قبل ما تفوتوا بدقيقه. ما شفتوه على الدرج؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شو هالصوت؟ شو بعرفني؟ أكيد بتكون شي قطة. قطة؟ كملي يا قطة كملي. ميكن تحت تحت. أخ 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 أخ. إيه هون هون هون. أخ 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 يا أيوب. هيك دغري خبط لزق؟ شلون يعني؟ لك ما بدها شلون عيون، هيك مثل ما كل البشر بتحب. بعدين لا تطلعي انه انا متجوز، ما لها علاقة. شلون ما لها علاقة؟ يعني هيك حب لله بالله ما بيصير. ما بعرف، أنا حاسة هذا كله له علاقة بالشغل. لح يا مخلوقة الله يسامحك. يا ربي شو هالنهار؟ شبكي وين سرحتي؟ هلا مو كل واحد. شو كل واحد؟ قولي. خلص خلص ما في شيء. يعني موافقة؟ على شو موافقة؟ إنه نحب بعض. هلا نحن مو صحاب. حس مثل ما بدك، حبني ما تحبني تصفي. شبكي اليوم كأنك مو معي. شلون يعني بدي أفهم إنه حب بلا جواز؟ انت بتخوفي يا بنت، صايرة بتخوفي. انا بخوف؟ ايه ها هلا صار فينا ندبره.
غير شكل. هلا هدول شو بتعمل فيهم؟ لك خلص ارميهم ما شاء الله حولك، يعني حتقري الكتل و... اي لا الشاحن والموبايل والباقي ارميه. على فكره هذا بده شحن 2 ساعات متواصلين. اي بس انا شلون بدي ادفع لك؟ خلاص انت دافعه 2000 ليره والباقي تعطيني اياه اول باول. اما ال 500 بيمشي الحال؟ ماشي الحال. عليك شو هبلة، يعني لو الدير العبود يجيب لك اياه ما كان جاب لك اياه بتراب المصاري، هذا اذا ما هداك اياه هديه كمان. اي ما بحب شاكله. مجنونه انت؟ والله عبود ما في منه، طيب لطيف شهم رمضان، لك مو بعينه. ستي الو زهزوها زهيره صبري انا برجي انا برجي. اهدي يا سميره اهدي، الله يرضى عليكي. هلا انا بنزل على الحاره وما برجع الا هو معي. المهم هلا انت تروقي ولا تخافي. شلون يعني ما خاف بابا؟ شلون يعني ما خاف والولد طايش حجره؟ خلاص هلا بنزل ناخذ تاكسي ونروح على الحاره. يعني هالولد مو مصلي على النبي، بده يضيع ويضيعنا معه. شو طالعك برات البيت؟ انا بعدت اشتري لي شغله. لا تحزني سنتابع البحث غدا. لا تحزني حاضر تضربي. مش عم بضرب؟ قلت لك لا تضربي. لا يا سميرة لا، الله يرضى عليكي. اسمعوا لا، إذا مفكر حالك رجال أنا بعيد تربيتك من أول وجديد، عم تفهم؟ خلصت يا سميرة خلصت، الله يرضى عليكي. اسمع، إذا رجلك بتخطي برات هذا البيت يا ويلك ها، أنا راجع على الحارة بدي أعيش مع أبي. رجع تعال هون بيكون أحسن لك. ها ما بدي، رح تضربيني أنت بحياتك ما ضربتيني بالحارة. بابا نزل لحقه مشان الله، نزل لحقه. لك ليش عم تبكي انت الثاني؟ انا وعدته انه ما تحكي شيء. وعدته؟ كان ناقصني انت يا قصعون. نسيتي كالعادة. ماذا؟ وجدتي البطاقات؟ شلون هربت؟ شو بعرفني؟ تخانقنا وهربت. تخانقتوا؟ لك ايه تخانقنا. ما تكون ضربتها. قلت لها شو اضربها يا زلمه لك هي امي. بس يعني هي خانقتني وانا حملت حالي فركتها. سيدي مو مشكله. عشت ما طافيك. بس والله ما بعرف ابي شو رح يعمل فيني بعد هالعمله. شو هربت تصيح بالشوارع؟ ليكك رجعت على بيتها. والله معك حق. لا تنسى ما تمرق اللي عندي بعد الشغل. يلا سلام. ما قصه تلك القبعه؟ هدية أمي. من السقيفة إلى القبر. صحيح، لكن لماذا؟ طيب اتصلي بأبو. أبو هلأ ما بيكون بالوظيفة لسه. رؤي بابا، رؤي واهدي الله يرضى عليكي. حاجة تحربي أعصابك. يعني شلون بدك يعني اهدى مشان الله يا بابا؟ شلون وابني ما عم يسمع لي كلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدك فيني؟
ولك انا بقلع جوز عيونك وبزته للكليبكو. ها شو بدك فيني؟ قلع على اسطوحنا. انا احسب. ولك انا غير كل الخلل اللي بتعرفه، انا بشقك نصين وبشلفك لاهلك. وها لك ما دخل اهلي وما دخلك انت الثاني. عم تقلل ادب معي ولك فصعون؟ ولك انا باخذك على المخفر وبعمل لك فلقه بخليك تنسى الحليب اللي رضعتك. وها شو سويت لك؟ انا واقف على اسطوحنا يا اخي. ولك عم ترد علي لسه؟ عم ترد علي يا جردون؟ والله احسب الله ما خلقك. والله تعال هون. شو قصتها؟ شو بعد شو مطاصي؟ لك هذا فاضي القعد بده ينط على اسطوحنا ويقسني شقفتين. لوين دونا؟ على اسطوحنا. ليش شو؟ شو مساوي له انت؟ ما في شيء، كنت واقف على اسطوحنا قام طلع لي. ايوه. طب هدي شو بقى؟ ما في شيء. فاضي؟ ايه؟ فاضي؟ لك اشو ليش عم تصرخ؟ انزل شوي يا اخي فاضي، عاوزك. اشو بدك مني؟ لكن زيل الله شرفنا. نازل لك. لك هدي شبك صاير خروق وطزين؟ شوينا ابوك ها؟ لا يمكن بالشغل. طب امشي لشوف. لك تعال. شوفي عم سوي حالك مربى مو رجا؟ السرسري بينك عم يبصبص على الحريمات. طول بالك فاضي، لا تقعد تحكي بالعراق. نتفد ولد صغير ما خرجوا هيك شيء. والله خرجوا ما خرجوا، انا ما بفهم، انا بربيه وربي ابوكو. ها طول بالك، شو رايك تربيني انا كمان؟ عبود انت اطلع من المحضر، مالك اسم فصته. الزام حدودك احسن لك. كو ها عبود خليك برات الموضوع، حقنا لدماكو. ها ليك فاضي، هذا الولد اهله مو هون، انا اهله، واللي بيرميه ورده قسما بالله العظيم ما بعرف شو بساوي فيه. ومو اذا بكون وراك مخفر، اذا بكون وراك عنتر. حل عني عين عمك، حل عني، انا مالي حكي معك، انا حكي معه له. حكتك باي حاكيني لي انا ابوه. شو بدك شقه نصين؟ شقه نصين لشو؟ عبود النداء الاخير، لا تطور الموضوع وتخليه يتفاقمكو. ها طورت لي مخي فك بيتاكلا. لا خليني انبحت عليك وعلى مرتك. ها بتكون القصه وصصه بتصير فضيحه. عم تعفس على بالكو. ها مالك قدي؟ لك قدك قد سيف الحد. ولا شاطر بس على مرتك ولا صغير؟ ارفع ايدك لشوف، لعلها برقبتك شهر. شاطر بس تنفخلي وظيفتها. لك انت عم تتحداني يا ابو؟ بدك تخسر حالك. اسمع الله تعالى، انا اخوك يا زهرة. ولا لا اخوك الله تعالى. قتلي مش قتلي قتلي. روح المصطفى، روح المصطفى، روح روح روح. لحظة لحظة ليك وصل. شو؟ مرضى. ألو. ايه سميرة، شوفي كمان شو بالولاد؟ شو يعني هرب؟ شو هرب؟ أكيد بيكون بالحارة وأبصر شو عم يساوي هلأ. هذا مو معناته أنه هرب، لا معناته أنه راح على البيت، على بيت أبوه. المهم هلأ شو مطلوب مني؟ شو المطلوب منك؟ هذا بدل ما تعقله وتهديه وتجبره يرجع لهون مشان يعاوني بالصغير؟ كمان هاي بدي اقول لك اياها؟ كمان هاي؟ طيب على القليل اتصل، اتاكد اذا كان بالبيت ولا لا، بلكي الولد طفش هون ولا هون، ما لازم نعرف وين هو؟ اتصل ولا هي كمان مستصعبه؟ خير امي؟ شايفتك مبكره. ما في شيء، اخذت اذنه واجيت. هند شو بدك فيها لاختك؟ ما بدي شيء. وانا سعدان ليك بالاوضه. شو اواعي جديده كمان؟ شفتيني فيها امبارح؟
بس يعني مو ضايجين شوي لك امي؟ ايه بس مسترين، لا تقولي لي شوفي مسترين. وين باسمة؟ موعودة بشغله راحت تشوفه. لا لا شو بيعرفني ليش تأخري؟ يمكن مريت لعند حدا من رفقاتها. ايه بدك تاكلي؟ ايه امي الله يوفقك، والله جوعانة كتير. تكرم عيونك. هند تعي لهون. مثل اطباق الجمر. يا بتحكي لي هلا شو في بينك وبين صابر؟ والله ما في شيء، شو بده يكون في يعني؟ لك يا ولي هند لا تجذبي علي، انا مالي سعده. يا هلا بتحكي لي يا ناطل عند ابوكي حكيت له كل شيء؟ لا قولي شو دخل ابي بالنص؟ رايح على عند امك احكي لك. تعي خلص بحكي لك. سمعيني لشوف. صابر بحبني الي وبده يخطبني. بالله شو؟ مثل ما عم بقول لك بكره بتشوفي. لك يا ولي هند لا تطلعي لي جناني، احكي هلا احسن لك. لك والله العظيم ما عم كذب، اصلا صابر بده يخطبني الي. كلكم مفكرين انه هو بده سعده، بس هو بده يعني الي. اذا بدك اسالي. لك شلون بده يخطبك اليك؟ شلون؟ حماره انت، حماره حماره. مرحبا عبود، انت بالحاره؟ الله يخليك، شوف لي رجا ضروري، خليه حاكيني فورا. ايه على هذا الرقم اللي طلع عندك بسرعه. الله يوفقك. ليك دق عليه الباب بالبيت، جوز يكون جوا بسرعه. باري مشغول عليه. الله يخليك عبود، عم عزبك معي. اوكي حبيب، مع السلامه. مع السلامه. لا تواخذني مشان الله. ولو يا رجل، شو هالقصه؟ لك انه ما ضل ولد ابتدائي ولا بالاعدادي ولا بالثانوي الا صار معه موبايل، الا انا ما عم بقدر اشتري واحد. ليش انا دون عن كل العباد ما عم بفهم؟ لك طول بالك يا رجل، يعني شو هالهم يلي اسمه موبايل؟ لك سلامتك من اخلك وقال طول بالك. وهذا الثاني مراهق، بقى نعرف نستوعبه؟ بقى نفهم انه في 100 قوه قوه جواته عم تاخده يمين وشمال؟ لا منضربه ومنهينه. شرف بقى ضبه للولد. لك هدي هدي شوي، ما تقول الا اتصال. شو بنا؟ ليس اهلين عبود. هاد الولد وينه؟ ابوه بده اياه. الولد مين؟ رجا. اي الله يسترك، دور لي عليه طالما تحت الارض. ايه رجا بيكون مع فريق. طيب ماشي، اعمل لك لكان حومه وشوف لي وين هو. حومه؟ لك حومه، حوصه، دوره، شو ما كان. ايوه يا صدق، دور عليه. ايه ندور عليه. ليه على قامة هالنهار كله زك مفاجآت من الصبح؟ خير؟ شو في؟ انتي وين عم تطلعي كل يوم؟ بيت شقة لبيت رقاق؟ بدا نفسي من قعدة البيت، قلت هيك بعمل لي شي حوصة بلكي بلاقي شغل مثلك. ايه بس انا قلت لك انه ماهر لقالك شغل برودة اطفال. ايه وانا قلت لك انه ما بشتغل ب4000 حتى لو بدي موت من الجوع. بس انا حاستك مو على بعضك بهالكلمة. ايه وانا كمان حاستك متغيرة شوي. شو قصدك؟ يعني جخ ورخ وشكلسة وزعتر حلبي. شو حلب ما حلب انت الثانيه؟ تقع حلب في شمال سوريا وتشتهر بالصناعات الجلديه كما انها تشتهر بالفستق الحلبي وتشتهر بصابون الغار والزعتر. ايش لينا من سيره حلب هلا؟ دريتي اختك انت شو عامله؟ خير ان شاء الله. حاكم اليوم يوم المفاجآت العالمي. رايحه الدرصانه لعند صابر وقالت له انا بحبك وبموت عليك واخطبني بدل سعده. خرب بيتها الشمقرين. انا عم اقول ليش عم تخفق على بيت صابر. ماشي والله لقي معيونه. تعي لهون. لوين رايحه؟ انا حكيت معه قال هو اللي تركشها. لا والله، وهي كمان حلفان عن غايب. يقطع عمره وانا اللي شايفتها فايره وإلى فتره عم بتناكب بهي السعده المسكينه. شو هالجنان؟ لك جعلنا هالبنت. طب شو بدنا نعمل هلا؟ وانا الحماره بروح وببهدله لصابر. بعت لي حمى ان شاء الله.
وليه؟ انت شو اللي دراكي؟ دريت. والله يا اختي كترانه اسرارنا هاليومين. الو، هيك لك عبود؟ مو قلنا لك شفنا الولد؟ اهلين ابو رجاء، شلونك؟ ان شاء الله بخير. لا ليك جنب مني، منيح منيح. ايه دقيت علي انا الباب بظهر كان نايم. طيب تحاكي. ايه يلا يلا. بير؟ اهلين بابا. ولك كم مره نبهت عليك انه لا تفتح لنا ابواب مع امك؟ كم مره؟ لك بابا هي ضربتني. ليش مو حضرتك حملت اخوك ونزلت فيه على الحاره؟ لا كمان مره تانية بتحمل حالك وتمشي من البيت. لك كتبت له ورقه اني بدي اجي على الحاره. لك مالك صاريبك بده يجي، شو اعمل له؟ بتنضرب على قلبك وبتعمل مثل ما بتقلك امك، وهلا بتخليك بالبيت لبين ما اجي انا، مفهوم؟ حاضر، بس ما بدي ارجع لعند جدي. هلا بتقعد بالبيت انت وبس انا اجي بنحكي بكل الشغلات. بركي نمت. مو مشكله منحكي بكرة، بس هلأ نضب البيت، ما بدي فكرين شغل عليك. ماشي حاضر بابا. يلا روح. استغفر الله العظيم. لك شبك يا رجل؟ ابنك ما عاد صغير، على شو خايف ومعصب؟ ما عم أعرف. ماخ يا جهاد، أنا لمدى المغراي ما بيعرف شو الحكاية. خلاص خلاص روح. شو رأيك نطلع نتعشى بنات الصحفيين اليوم؟ لا دخيلك، ما تتحمل هيك عزايم بنوك. ليك وائل، مشان الله لا تفكر بهالطريقة. الحكاية باختصار انه انا هيك بنبسط، انا هيك بدي. وانا ما في هيك بدي كمان. حلنا يا برمي. لك بقى الحكي الخناق والمجاهرة ما منه نتيجة، بعدين ما حلوة هيك، انتو شباب كبار تتخانقوا قدام العالم ما حلوة. لك ايش عم تحكي انت؟ لك عين عمك ايش عم تحكي؟ هذا العجي ابن الاستاذ ولد قليل تربية. لك يا فاضل يا فاضل، الله وكيلك، العيلة كثير اكابر. وانا الجماعة يعني بعرفهم من جوا، فايت طالع لعندهم، لذلك اذا في ايه وانت قلتها؟ لو كان عندهم شرف وشمم بيخلوك تفوت على حوشهم، وانت زلمة عزابي؟ خلاص ولا العمى بقلبك، شو 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 نيتك عاطلة؟ لا تطول سينك والا بقصه وبشلفه للكليبكو. ها؟ ايه هلا اجينا مشان نضب الموضوع، عمتوا تخانقتوا، شو بكون؟ عم نقول خناق الحيوانات مو لإلكم. هيك عم قلك الولد مربى وما عنده هيك قصص ما قصص. مشان الله روق فاضل. شبك بعرف انه بدك طايله، بس مسامح كريم، ولد وغلط. شو يعني؟ وعبود عندي انا بجيبه لعندك يبوس على شواربك، بس انت روق واستهدي بالله وروح لعند مستورتك، بكون غليان قلبه عليك. روح روح يلا قول الله. ايه بعدين مو كل اصابيعك مثل بعضها. انت اطلع منا بلا ما ازيك. كوها كوها بتمون على هالراس. ماشي شو ما بدك ساوي ساوي، انا رح اسكت هلا، رح اسكت بس كرمال غربت اخي. ها احسبها شلون ما بدك، بس ما تعلق معي، احسن ما اذيك. لكن يا عمي لكن بيطلع لك، لانك رجل امن. ايش عم تعفس على البقله؟ انا رجل امن. عم تصير صابر انا امن. هو فاضل. شو عم تكتب له؟ خلصنا صابر خلصنا. فاضل جارنا زلمه ادمي، صار اشكال محلول باذن الله. طريها شوي، طريها من عندك. عم نقول لك الخناق والمجاهره ما منه نتيجه. ولا ما فيك الا ما تجحش. طول بالك طول. تركناك حمار ورجعت لك حمار. خلص ولا خلص، لا تحكي معي بهالطريقه، مكسر لك ياله راسك. سمعان ولا مالك سمعان؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ اضرب. ها روق، بدي احكي معك كلمتين. شو بدك؟ انا عم اقول اني كنت غلطان لاني ما سمعت كلمتك. لك لانك حمار وغبي. طيب طيب اخي، انت اخي الكبير وتمون تقول عني شو ما بدك. انا حمار وانا غلطان لاني ما سمعت كلمتك. خلاص اخي مثل ما بدك، على راسي راح ارجع استقر بالبلد، وراح نوفر مصاري من اول وجديد، وراح اشتغل معك على الجلاية يوم بيوم ورجلي على رجلك، وراح نعمر فوق باذن الله. ومثل ما بدك راح اخطب هند، وهيك منضل اخوه ومنصير عدايل بنفس الوقت، أولادنا بيكونوا أولاد عم وأولاد خالي بنفس الوقت. بقى شو قلت؟ ولي ولي على قامتك على المصيبة. الله لا يوفقك، الله الله يعدمني إياك. لك تأخرت تأخرت، لك الدنيا بغيابك كلها خربت كلها خربت. لك ليش عم تنوح مثل الأرامل؟ شباك لك ما عم نوح ما عم نوح، ولا يخرب بيتك من حالك. لك أنت كل شغلك غلط بغلط، حتى لو كان صح. اللهم
بقول لهم بدي اشتغل مثلي مثل رفقاتي بيقولوا لي لا اقعد بالبيت اتسلى واقرا والعب على الكمبيوتر. هلا شو الاخير الاخير شغل ما له علاقه. عم طلع منا بالمدرسه بيقولوا لنا انه الشغل هو جوهر الانسان وبس لنجي لنشتغل بيقولوا لنا لا ما في. لا بيني وبينها الشغل ما في ازعج منه مزعج بس هن بيقولوا لنا جوهر الانسان مشان يطولوا لنا خاطرنا. صحيح هلا انت شو بتشتغل؟ اعمال حره. شلون يعني اعمال حره؟ يعني بجيب اغراض وببيعها بربح فيها بمشايط حال يعني. طيب ليش تمشايط حال؟ ما بدك تشتري بيت؟ ما بدك يكون عندك سياره؟ والله كريم ما بعرف شو العجله لكن عايشين ولله الحمد. اذا بدك بحكي لك ابوك شان تشتغل. ما راح يوافق لا تعذب حالك. بس لاحظت كل الشباب عم يطالعوا مصروفهم ويشتغلوا وانا قاعد. لهلك يا رجال انا اخوك الكبير طلبوا هالرقبه سداده. ما بدي اطلب من حدا بدي طالع مصروفي بايدي. طيب شو رايك؟ رايي بشو؟ بعدين بعدين قوم هلا بدي حسابك رئيس. لك مغني الله يسلم الايدين. شو رايك على البيت دغري؟ لا لسه بكي ما عم يجي الا 12. طيب امشي يا كام عبود. ليش شاوي؟ بعد اذنك شو؟ اعوذ بالله من المسح. جاي ايه سيد عبود سمعت خبريه مضبوطه ولا اشاعه؟ انا خبريه منها.